ابو الرجال ذا وش عنده؟ ابو الرجال ذا طال عمرك زمان في الشركة. ايه اليوم بقتضي مولده. يعني كان مسبب لكم مشاكل؟ مشاكل سبحان الله. يعني. ايه في الشركة كان ابوه مسبب لكم مشاكل؟ مشاكل 10 سنوات. والرجال ذا ما سبب لكم مشاكل؟ الا ذا الرجال ذا مسبب لي انا مشاكل. لا ذا تدري ايش سوى؟ لا جاب لي طال عمرك جاب لي الرجال ذا ولا كان متسبدي يعني. حلو طيب الصلح يمشي ولا لا؟ الصلح عند خالي سعد. ارحب يا خال. الله يبقيك. كيف حالك؟ الله يسلمك. ساك طيب؟ جعلك طيب. ساك بخير؟ جعلك بخير. يا مرحبا والله ومسهلا. الساعة الطيبة اللي شفناك فيها. ان شاء الله يا ربي يطول عمرك. يا مرحبا يا مرحبا. ايش رايك في الرجال ذا يا خال؟ والله 70 نعم. لا تقول بر اللي انت وشي. لا تقول ايش؟ بر اللي انت وشي. الله يخرجنا من الكاين ذي. يا فايز الريجي ذولا لا يروحون الا النبو ثواب يستاهل والله كل خير. والله العظيم يا علي انت ان كان به فوز افتراها لعيونك اما الرجال ذا ناخذها من هنا دندن وغن كفو. امتنع امتنع من الرجال ذا. الرجال ذا ترى ما يعرف يلعب غير يغش ويعلم محمد صدق داخل اللعبه. ها يا رجل ما انت فايز. تصور النتيجه. اي بالله صور النتيجه. نحبك ابو ثواب لكن لك بتضرب سبعه. حيلكم بيكم انا ما عندي يا رول. يا ولد انا معي خوي. دقيقه انا اوريك انا اوريك. علي مساك الله بالخير. يا مرحبا يا مرحبا. كم خذوا قبيل؟ يا ابو ثواب تدري ان نعزك ونغليك لكن في البيلوت ما نعرف احد. علي مساك الله بالخير. كم اخذت قبيل؟ شان يا خوي اليوم الحظ مهم معنا. الحظ اليوم الحظ على مع الرجال مع ابو عساف اليوم. ولد وش ذا حظ معك اليوم؟ الله يبقيك يا ابو عساف. ترى مره الا ظني حظك ما شاء الله تبارك الرحمن. انت ومحمد صقر عاقبتونا. عاقبوني يا ولد. لكن الرجال ذا بيروح شفت؟ هو رايح احنا بنركب الحين مع الرجال ذا. بالسيك ونص. هو يجوز ضربه عايدي يا ابو والله يا علي يا اخوي. وعصا وادعم معاه. مرحبا يا ابو عساف. هو يجوز ضربك. والله يجوز بعد اللي سويت فيك يجوز. عايدي. اركب. والله ما مني الا هذا العود. مع السلامة يا عبد الخالق. تقديري لكم ما هذا وعلي انا ابي بس علي اخوي يروح. هو ابيك. ابي خلها على مفرق الباطن عشان اروح منها. لا لا اركب 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 والله النفوس مع التحمل. اركب 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 جود الرجال. خدمة يا ابو عساف. اركب اركب. شل الثياب شلها. انا معاها اتك بالله. ان يجيك ضارب الا ان اصل الديره. الله يا مغث كنت مغثتنا. لا لانه مني عقب يا رجل. اوه يا خالد اللي يجي معهم حظ والله معهم حظ يا خالد. الحظ ما جامعي انا وش اسوي يا اخوي يا خالد؟ قلنا به نعم قلنا به نعم ما زانت. والله اي والله اي بالله كرهتك ودني ودني لبيتي. الله يجمع خاطرك وانا اخوك. تواصل تواصل معي تواصل معي وانا اخوك تواصل معي ولا تجينا ان شاء الله في معرض العطور. تجينا في معرض العطور يوم السبت باذن الله. تجدري في الرياض يوم السبت باذن الله. وتعاون اخوك والله ندعم الناس اللي مثلك. جعل ربي يبارك لك في حلالك ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الرجال وارث 1,200,000. انا ضروري اني اعرف العائله كامله ضروري والله. بس الله يبارك لكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه السؤال اللي بتفتح النفس. خلي سؤال محمد صقر ما شاء الله. في واحد هنا وارث من ابوه 600,000 ايه ويقول ابيك تنصحني وين اروح؟ الله يحسن عزاكم المرحوم عنده الفيل ولا حسد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أول ما نبدأ ونقول صلاة على الرسول
أول ما نبدأ ونقول صلاة على الرسول، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أول ما نبدأ ونقول صلاة على الرسول، اللهم صل على محمد، صلوا على النبي يا أخوان، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. أول ما نبدأ ونقول صلاة على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد. جمعة مباركة، أنا أبو محمد أكتب الخطبة حق الجمعة. إن شاء الله يبارك لنا ولك يا أبو محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أول ما نبدأ ونقول صلاة على الرسول، أول ما نبدأ ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء جميلة، عج ما فيه ولا فيه، ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على الرسول، صلوا على الرسول، ما شاء الله أجواء الباطن الجميلة، ما شاء الله ما شاء الله، ما في عج ولا في أي حاجة، ما شاء الله 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 تبارك الرحمن. نادى ابوك، خخخ زين، روح ناده ناده، وكيف يجي روح ازهم عليه، زهمت عليه، اللهم صل على محمد. صل على محمد، صل على محمد، مرحبا بك. لا والله انت قدامي عم رايس الله يحييك. صل على محمد، كيف حالك؟ طيب كيف حالك؟ مرحبا بك.
نتكلم 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 نبغى لمبة اسمه نبغى جغبها من البنزين. أنا بقولها قري. رب المحطة فات. المطر ذا مشبع. غير لا يعترضنا. والله رب المحطة فات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يمدي يمدي يمدي. أخو زيد أظهر من الخط. الموتر أخو زيد الجبس. أبن سعد. أنا بكب اسمه. أبن سعد. وراك يا رجال. أخو زيد. ولك حاول دف الموتر. حاول خلنا ندفه بعدين. طبعا الموتر مشبب طبعا هني يا سلام يا سلام يا سلام خير بس سعد دف يا فايز ما تشوف لمبة البنزين مولعة خربانة خرجنا من الشر ان شاء الله دي اللهم صل وسلم على محمد صل على محمد اللي اقصف اللي اقصف مشبب الموتر وراعيه اي بالله ما تعطل له هني قريب شرقت مساكم الله بالخير جميع حسين بن ناجي مسوي مسابقة 3 ايفونات ودراهم ف انا اتمنى يعني انه ما يفوز فيها الا حباني وربعي واخواني انا بحط لكم حساب حسين السناب ضيفوه وباذن الله باذن الله باذن الله انه ما يفوز بالجوالات والدراهم الا انتم وانتم والله اللي تستاهلوا الجميع يشارك حتى انا بشارك ابو حسن شارك والله اني بشارك انا عاد اشارك انا الجميع يشارك باذن الله انكم تاخذون الجوالات باذن الله المسابقه في تويتر ولا المسابقه في السناب بحط لكم كل شيء هنا باذن الله باذن الله ما يفوز الا انتم ان شاء الله